هذا وقام سعادة السيد عبد الله بن عادل الفخرو وزير الصناعة والتجارة بزيارة لشركة نيفر العالمية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في كوريا الجنوبية، وذلك بحضور سعادة السيدة نور بنت علي الخليف وزيرة التنمية المستدامة وعدد من كبار المسؤولين في كلا البلدين. وخلال الزيارة أكد سعادة وزير الصناعة والتجارة حرص مملكة البحرين على تعزيز التعاون مع جمهورية كوريا الجنوبية في المجال الاقتصادي والاستثماري والتكنولوجي والتقني، كما اطلع سعادته على سير العمل في الشركة التي تعمل في مجال الإنترنت والبحث والذكاء الاصطناعي وتطوير التقنيات المتقدمة بما في ذلك الروبوتات والقيادة الذاتية، كما تساهم في تشغيل العديد من المدن الرقمية على المستوى العالمي. وأشاد سعادته بالمستوى التقني الذي تتبناه الشركة، مؤكدا على أهمية التعاون والتنسيق معها والاستفادة من خبراتها العالمية في مجال الذكاء الاصطناعي الذي بات ضرورة تدخل في جميع المجالات والقطاعات.